ماشي، هحضر دلوقتي إن شاء الله. هنبتدي مع بعض دلوقتي نحل المثال اللي خدناه المرة اللي فاتت، وبعد كده هنكمل في الـ AWT اللي هي الـ User Interface. النهاردة إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا هتتكلم عن الـ User Interface، إزاي نظهر كومبوننت لليوزر ويستخدمه، سواء ليبل سواء تكست. اليوزر يقدر يدوس على زرار، نقدر نعمل انتر اكشن بين اليوزر وبين البرنامج بتاعنا. وانا مستني بس يحصل شيرنج، فلحد لما يحصل شيرنج ان شاء الله لو في حد عنده اي سؤال في اللي فات يتفضل يسأل. بس يشتغل، ف ممكن سؤال يسأل لحد لما نشغل الشير ان شاء الله. كده اشتغل ولا لسه؟ تمام. طيب صاحبة المثال موجودة ولا لا؟ المثال المرة اللي فاتت اللي اتحط على الفيسبوك تقريبا نفس الشكل دوت، بس طبعا بنعوض النجوم بالعربيات. يعني اللي واضح من المثال اللي اتبعت ان احنا عندنا شارع اللي هو بيمثل الجزء ده كله، ده شارع، وعندنا ده شارع تاني، وفي في النص في كوبري. الكوبري مش بيسمح غير لسكة واحدة بس هي اللي تعدي، تمام؟ طيب فده معناها ان الناس اللي في المنطقة الأولى في الشارع الأول تروح المنطقة التانية في الشارع الأول، وبعد كده المنطقة الأولى في الشارع التاني تروح المنطقة التانية في الشارع التاني، وبينهم إشارة بتفصلهم بحيث ان ما يخشش عربيات مع بعض، لازم شارع شارع يعدي. المثال كده انا فاهمه مظبوط ولا لا؟ هي موجوده معانا النهارده. طب هي المفروض ان هي موجوده معانا، انا شايف اسمها، وهي بعتت المثال دوت بحيث ان احنا نعمله شير للناس كلها. طيب نكمل بنفس الشكل دوت. فانا عملت ايه؟ عملت كلاس اسمه كار، في بس نيم، في قصدي نمبر، مش اكتر من كده. وعملت تو كونستراكتورز. ليه؟ كونستراكتور ديفولت عشان اللي عايز يعمل كار وبعد كده يعمل لها سيت نيم، سيت نمبر، وبعد كده انا بسمي النيم هو النمبر، يعني اسم العربيه هو الرقم بتاعها. وعامل كونستراكتور تاني بياخد سترينج نيم بيحطه في النمبر بتاع العربيه عشان يسهل عليا شويه. طيب بعدين عملت ايه؟ عندي ستريت، الشارع بيكون عباره عن ايه؟ array list من العربيات موجوده في ستيج A، ستيج A، و array list من العربيات موجوده في ستيج B. والشارع العربيات بيحصل لها موفينج. ايه اللي بيحصل؟ العربيات بتتنقل من ستيج A لستيج B عن طريق ان هي تعدي الكوبري.
تمام؟ عملت ده ثريد، الستريت ده ثريد، عشان اخلي التو ستريتس يشتغلوا في نفس الوقت. يعني عايز الاتجاه الرايح يشتغل والاتجاه الجاي برضه يشتغل في نفس الوقت، بس مش عايز الاثنين يتقابلوا. يعني مش عايز في الموف كار ايه تتنقل حاجه من الستريت مثلا واحد تروح من ستيج ايه لستيج بي قبل ما الحاجه في ستريت 2 في ستيج ايه بتاعتها تروح لستيج بي، اللي هي الرسمه دي. مش عايز حاجه من هنا تروح لستيج ديت غير لما كل اللي في ستيج 3 هنا يجي لستيج 4. فانا عملت ان ده كله ثريد وده كله ثريد، والتو ثريد الثريد الاولاني والثاني بيستخدموا حاجه اسمها كروس بريدج. فكروس بريدج دي هي ايه الفكره كلها. فانا جيت بعد كده عملت تيست، عملت ستريت واحد وعملت تعربيات وحطيتها جوه ستريت واحد، خلاص دول ريدي ان هم يتحركوا. بعدين عملت ستريت 2 حطيت جواها عربيات، وبعدين حطيتها في ستريت 2. يعني عملت ستريت 2 حطيت عربيات حطيتها في ستريت 2. دلوقتي انا هعمل رن لستريت 2 ورن لستريت 1 الاثنين مع بعض في نفس الوقت. انا عملت الاثنين ثريدز، فايه اللي هيحصل؟ ستريت 2 لما تشتغل، ستريت 2 لما نعمل ران، ران بتنده على موف كارز، وستريت 1 لما هتشتغل هتنده على موف كار برضو. الاثنين هيخشوا نفس المست، بس في النقل عملت حاجه اسمها كروس بريدج وهي سينكرونايزد. فما فيش حاجه من الثريد اللي هنا هتستخدم الميثود اللي هي موجوده اللي هي كروس بريدج غير لما اللي في الثريد التاني اتخلص. معايا ولا مش واضحه؟ طيب كده احنا ماشيين مظبوط زي ما المثال قال؟ يعني المثال اللي حضرتك نزلتيه بيتكلم على ان احنا عندنا تو ستريتس والاثنين بيتقابلوا في كوبري، ما ينفعش يعدي غير ستريت واحد بس، ما ينفعش يعدوا في نفس الوقت. فانا عملت ان الجزء او الميثود المسؤوله ان هي تعدي العربيات من ستريت 1 من المرحله الاولى للمرحله الثانيه، او بتعدي من المرحله الثانيه للمرحله الاولى، عملتها سنكرونايزد. ثريد واحد بس اللي هو بيمثل الستريت هو اللي هيقدر يستخدمها. لما يخلص خالص الثاني يقدر يستخدمها. المثال كان صعب شويه. في حد عايز اي توضيح فيه؟ طيب ايه التوضيح؟ النهارده عندنا محاضرة طويلة وان شاء الله تكون لذيذة جدا، ايه فعايزين نلحق نخلص المثال بسرعة. مش اتفضل اللي قال عايز توضيح سكت. ايه السؤال؟ طيب
المثال بيحكي بالظبط اللي نزل على الفيسبوك. طب ما احنا عندنا شايفين الرسمة دي؟ ولا انا رسمي ايه مش واضح؟ ده اسمه كله ستريت 1، وده كله اسمه ستريت 2. نشرح على الوايت بورد تاني. طيب مع بعض كده، ده كله شارع، ده ستريت 1 ماشي، وده ستريت 2. في النص هنا في حته مش بتسمح غير لشارع واحد بس ان هو يتحرك، اللي هي كانها في كوبري هنا، شارع واحد بس اللي هيتحرك. فانا بدل ما اعمل شارع واحد ضيقت المسافه هنا، ضيقت المسافه من هنا بحيث ان شارع واحد بس بيقدر يتحرك. كأن بقول ان دي هيحصل لها كده، ال معلش ده صعب شويه، كأني بقول يا إما الناس تتحرك من هنا لهنا، أو الناس تتحرك من هنا أو الناس تتحرك من هنا لهنا، مفيش غير اتجاه واحد بس اللي يشتغل. فهعمل ازاي كده؟ عملت تو ثريدز، واحد هيمشي كده التاني هيمشي كده، بس في النص اللي بيخلي العربية تعدي بريدج، ودي تبقى ميثود سنكرونايزد، فمش هيعدي منها في ثريد واحد بس. وضحت؟ طيب بس اذنكم الادمت موجود على المنتدى وعلى الفيسبوك، اقروها وشوفوا الشرح اللي احنا عملناه تاني، وهبعت لكم الكود وان شاء الله الفكره هتوضح معاكم اكتر ماشي. طيب النهارده ان شاء الله هنبدا في حاجه مهمه جدا. شايفين ان شاء الله كله شايف الدوكيمنت، User Interfaces AWT and Swing Component. احنا عندنا تو انترفيسز، يوزر انترفيس AWT و Swing ماشي. ايه هو اليوزر انترفيس؟ شايفين معانا مثلا لو انا فتحت دلوقتي الآلة الحاسبة دي، الآلة الحاسبة ده يوزر انترفيس كده، اليوزر ممكن يدوس على 9 زائد او اسف زائد 6 يساوي طلع له ناتج، مش هيحتاج يكتب في الكونسول، ممكن يكتب يدوس على الكيبورد يقول زائد حاجه ثانيه في الكيبورد يدوس يساوي خلاص. ده اسمه يوزر انترفيس. اليوزر انترفيس مهمته ان هو بتسهل على اليوزر وتوضح له ايه المطلوب منه وازاي يستخدم البرنامج بتاعنا. طيب ناخد اول حاجة، ايه الفرق؟ احنا قلنا AWT وقلنا Swing.
ناخد الفرق بين الـ AWT وبين الـ Swing في الـ User Interface. الـ AWT دي بتستخدم الـ Native System GUI. يعني ايه؟ لما اجي اعمل حاجة، يعني حد سألك AWT، قول له الـ AWT بتستخدم الـ Native System GUI. يعني ايه؟ يعني بتستخدم نفس الكومبوننت بتاعت الويندوز، بلاش اقول كلمه ويندوز، بتاعت الاوبريتنج سيستم. يعني الاله الحاسبه ديت لو انا عملتها بالجافا هتطلع نفس الشكل بالظبط، لان هي هتستخدم نفس الزرار بتاع الويندوز ونفس اللي هو بتاع الويندوز. طبعا هي اي بي اي طبعا، تمام. طيب السوينج، وبالمناسبه ان ال AWT بيتقال عليها هيفي ويت، بتبقى تقيله جدا، ومن عيوبها انك ما بتقدرش تحكم الشكل. يعني انا لو خدت الاله الحاسبه اللي انا عملتها بالجافا اللي شكلها كده في الويندوز حطيتها على لينوكس هيكون شكلها مختلف، لان هي بتستخدم الكومبوننت المتاحه ليها، بتروح تنبه النيتف كومبوننت اللي موجوده في الاوبريتنج سيستم. النيتف مثلا في الويندوز شكل الزرار كده، في اللينكس مثلا شكله مختلف. فدوت الفرق بين الاي دبليو تي اللي هي بتستخدم الكومبوننت بتاعت الويندوز، لكن السوينج بيزد على شويه كومبوننت في الاي دبليو تي، مع ان هي بتحط الشكل الاساسي للكومبوننت، يعني شكل الكومبوننت مش بيتغير من اوبريتنج سيستم للتاني، وكده بحافظ على شكل البرنامج واسرع بكتير. واسرع بكتير، دي مهمه جدا، الفرق بين الاي دبليو تي والسوينج. الاي دبليو تي هيفي ويت، تقيل، وبيبقى بيستخدم النيتف سيستم جي اي، لكن السوينج بيبقى بيزد على شويه حاجات في الاي دبليو تي، لكن بيحط الشكل بتاع الكومبوننت بنفسه، وهو اسرع واخف. ناخد حاجه صغيره جدا كده عشان بس ايه نرفش الناس، ونشرح من خلالها، وبعدين نشرح نظري. انا عملت هنا كلاس عادي جدا بيكسد حاجه اسمها جي فريم. ايه الجي فريم؟ الجي فريم احنا هناخد البرنامج شرح سطر سطر وبعدين ننفذه. ممكن ننفذه الاول بحيث نشوف الشكل هيطلع ازاي. فعملت كليك يمين ورن، لقيت طلع لي هنا ويندوز فيها كلمه ويلكم، واقدر ادوس اكس تختفي. حصل الكلام ده ازاي؟ ان انا عملت كلاس باكستند الجي فريم. يبقى انا عندي فيه حاجات بعمل لها اكستند، في كلاسز بعمل لها اكستند. ايه الكلاسز ديت؟ هرجع تاني هلاقي ان انا عندي اربعه كلاسز اساسيين، هما الجي ويندوز، وده بيستخدم انا عايز اعمل ويندو معينه جي ديالوج. الجي ويندو مش بيشتغل غير لما يكون جوه جي فريم، والجي فريم بتعمل فريم تحط فيه كل الكومبوننت بتاعتك. الجي ديالوج لما بكون عايز اعمل ديالوج. جي ابلت ده شفت مثلا لما بتفتح براوزر ويقول لك انت محتاج تنزل جافا عندك عشان في لعبه مثلا بالجافا، الابلت هو جافا ابلكيشن بيرن او بيشتغل على براوزر. يبقى الابلت هو جافا ابلكيشن بيشتغل على براوزر. طب شوف الاثنين بيجوا منين؟ الجي بيجي منين؟ والجي فريم والجي دايرنج والويندوز بيجوا منين؟ الويندوز بيجي من حاجه كلاس اسمه ويندوز، والجي دايلوج بيجي من ويندوز.
جي فريم بيجي من فريم بيجي من ويندوز. جي ابلت بيكسند من ابلت بيكسند من بانل. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، احنا واخدين التري من تحت لفوق، عندي ويندو وعندي بانل الاثنين من نوع كونتينر. كونتينر بقى اللي هو اللي بيحتوي كل الكومبوننتس، سواء هي جي ويندو جي دالو جي فريم جي ابلت، لازم تكون جوه الكونتينر، كونتينر يحتوي كل الحاجات دي. والكونتينر بيحتوي بيكون من نوع كومبوننت اللي هو بيجي بيجيب الجيت جرافيكس، يعني بيجيب الجرافيكس من الويندوز وكله من ايه من الاوبجكت. عندي الاثنين دول اي دبليو تي، لان هم دول اللي بيتعاملوا مع الاوبريتنج سيستم ويجيب لي الكومبوننت. تمام، يبقى انا عندي اهم حاجه خلي بالي منها، عندي كونتينر، لازم يكون عندي كونتينر، والكونتينر دوت بستخدم منه يا اما جي ويندوز جي دايالوج جي فريم جي ابلت. طيب عملت اكستند للجي فريم، هاجي في الكونستراكتور بعمل جيت كونتنت بان، هلاحظ ان هي ميثود بري ديفايند متعرفه قبل كده. ازاي متعرفه ومتعرفه فين؟ متعرفه في الجي فريم، فعملت لها كولينج مره واحده فنده الميثود اللي هي انهيريتد او اللي هي جت باي ديفولت من الجي فريم، دي بترجع لي كونتينر. يبقى انا بقى معايا دلوقتي الكونتينر اللي هحط عليه كل الكومبوننتس اللي عندي. انا عملت جيت كونتنت بان، جيت كونتنت بان بتجيب الكونتينر بتاع الكلاس اللي انا واقف فيه اللي هو من نوع جي فريم، فهتجيب لي الجي فريم كونتر. طيب بعدين عملت ايه؟ عرفت حاجه اسمها ليبل. طب مين هو ليبل؟ ليبل لو نزلنا تحت في الدوكيمنت شويه، خلي بالك كده، الليبل هو كومبوننت من الكومبوننتس بتاعت السوينج، يعني الاي اي بتاعت السوينج فيها جي ليبل اللي بيجي منه ليبل، اسف في ليبل وفي جي ليبل. في الليبل دوت بتاع الاي دبليو تي، في جي ليبل، في جي تكست كومبوننت، في جي بانل، جي ليست، جي ابستراكت كومبوننت، في منه كومبوننت وايت ومنيو وايت. نشوف اشكال الحاجات دي الاول وبعدين نرجع لها تاني. الجي ليبل عندي فايل تشوزر، عندي ايكون ايمج ايكون جي بوتون سكول بار جي تكست فيلد جي سكرول بان جي تكست اريا، دي الكومبوننت يعني اكتر كومبوننت مستخدمه عندي في الجافا. طيب نرجع تاني واحده واحده للبرنامج. يبقى انا جبت كونتينر من الكلاس اللي انا واقف فيه، بعدين عرفت ليبل، بعدين قلت الليبل دوت سيت تكست ويلكم، يبقى الليبل بتاعي الفاليو بتاعته هتكون ايه؟ ويلكم. بعدين خدت الليبل حطيته جوه الكونتينر، خدت الليبل حطيته جوه الكونتينر، بعدين قلت سيت سايز. مين سيت سايز ديت؟ سيت سايز ميثود موجوده جوه الجي فريم عشان تدي الكلاس اللي انا واقف فيه او الفريم اللي انا واقف فيه سايز معين انا بحدده. وبعدين بقول سيت فيزبل عشان اظهرها للناس ايكوال ترو.
وديت في الميل قلت له نيو جافا جي يو اي، فهيروح ينده الكونستراكتور كله. عملت ران تاني، انا عندي دي كده اسمها فريم، جواها الليبل اللي انا عملته والسايز بتاعها 200 في 200. يبقى عرفت بين الـ AWD وبين الـ Swing، عرفنا الـ Frames أو الـ Containers الأساسية، الـ G Applet، الـ G Frame، G Dialog، G Windows. شفنا كمان هما التري بتاعتهم عاملة ازاي. انت لما بتعمل برنامج وهو اللي هيرن لليوزر بتستخدم جي فريم، وجوه الجي فريم ممكن تستخدم جي دايلوج او جي ويندوز. في حاجة تانية عندنا صغيرة ممكن برضو نتكلم عليها، هي الانتر اسف الانترديت كونتينر. الانترديت كونتينرز هي كونتينرز في الوسط بين الكونتينر الاساسي بتاع الكلاس وبين الكومبوننت بتاعتي. مثلا انا جيت في البرنامج بتاعي هنا، ده عندي كونتينر، ممكن الكونتينر ده اقسمه لكذا شكل، يعني حاجه بالطول وبالعرض، عايز اعمل منيو، عايز اعمل منيو على اليمين ومنيو فوق، اوبشنز تحت هنا على اليمين، شكل دوت. فظهر انترميديت كومبوننت. الانترميديت كونتينرز هما السوينج بروفايدز اديشنال كلاسز ذس ار يوزد از انترميديت كونتينرز اند اكزيست اونلي تو كونتنت انذر كومبوننت. يعني هي مش موجوده غير عشان تحتوي كومبوننت ثانيه. من اشهر الكومبوننتس اللي موجوده عندنا الجي بانل، وبتكون بانل عاديه، في جي سكرول بان زي اللي احنا واقفين عليها كده دي، لو انتم شايفين معايا الماوس فين، في هنا سكرول بقدر احرك منه، ده بيكون عشان اظهر السكرول بيكون حاجه اسمها جي سكرول بان. جي سبليت بان دي عشان اقسم الصفحه نصين. جي تاب بان دي عشان يكون عندي تاب جوه الجافا. جي تول بان عشان يكون عندي تولز. دول اشهر حاجات مستخدمه كبانلز. البانل يبقى انا عندي كونتينر فوقيه بانل وفوق البانل الكومبوننت. يعني انا ممكن ارجع للبرنامج بتاعي واعمل هنا جي بانل جي بي ايكوال نيو جي بانل، واقول ان ال او الجي بي دوت ات ال. يبقى انا ضفت الليبل على البانل اللي انا عرفتها، وبعدين اجي في الكونتينر واعمل اد للجي بي. يبقى كده حطيت الليبل على بانل، وبعدين خدت البانل حطيتها على كونتينر. ودي الطريقة الصح انك تعمل بيها ابلكيشن او تعمل بيها اي حاجه جي يو اي. عملنا رن هيطلع لنا نفس الريزلت. ويلكم. تمام. طيب طيب لحد هنا في حاجة صعبة؟
يعني كله سهل لحد دلوقتي. الناس اللي هي ما كانتش مثلا الـ AWD والـ Swing تمام. يعني كله دلوقتي فاهم ايه هو الكونتينر وفاهمين طيب الحمد لله. يبقى عرفنا الكومبوننت وعرفنا البانل عرفنا الكونتينر وعرفنا ايه هو الجي فريم تمام. من الحاجات اللذيذه جدا اللي هتقابلكم من الحاجات السهله يعني ان الجي فريم بمجرد ما تعملوا جي ابلت هو بس ما فيهوش الميثود هنا يشتغل عادي جدا. تاخد الجار وتحطها على البراوزر وتشتغل عادي. كل الكومبوننت هتشتغل جي ابلت او جي فريم. فكده تقدر تعمل البرنامج ديسكتوب اللي هو زي الكالكوليتر قدامنا كده او تحطه في البراوزر ويشتغل كابلت حاجه تشتغل على النت على طول ماشي. في كوماند صغير بس حطيته انا هنا اللي هو this dot set default close operation. دي ميثود موجوده جوه الجي فريم بتاخد انتجر معناها ان اوان set exit دي بترجع اظن انا مش متذكر exit on close دي بترجع انتجر ايه لكن جي فريم دوت exit on close معناها ان اقفل الفريم بتاعي لما ادوس اكس يعني قصدي انا اسف اقفل الابلكيشن بتاعي لما ادوس اكس. لو انا عملت رن للاكزامبل دلوقتي بص خلي بالك معايا هنا شايف في علامه احمر هنا اللي هي ستوب الابلكيشن. دوست اكس لسه الابلكيشن راننج ابلكيشن شغال لازم اعمله ترمينيت بايديا. لكن لو عملت set default close operation اللي هي exit on close يعني اقفل البرنامج لما يخلص اللي هي بترجع 3 انتجر 3 وقلت run لما اجي اقفل البرنامج خلاص البرنامج كله اتقفل حصل ترمينيت لوحده وديت محدش ينساها ابدا ابدا وهو بيعمل ديسكتوب ابلكيشن. لو نسيتها معناها ان البرنامج هيفضل شغال في الميموري لحد لما الجهاز يجيب لك اوت اوف ميموري. من النقط المهمه جدا اللي نخلي بالنا منها سيت ديفولت كلوز اوبريشن تمام. معاكم السلام ورحمه الله وبركاته. وضحت النقطه دي؟ طبعا في حاجات كتيرة جدا موجودة عندنا حاجات تانية يعني في set front set background set size كل الكلام ده ممكن تقدر تستخدمه يعني set background تاخد حاجة من نوع color color dot مثلا black بس سيت باك جراوند بس لازم تشتغل في حاجه اسمها لاي اوت معلش لازم تشتغل في لاي اوت نخليها نشغلها في لاي اوت. طيب ايه بقى اللاي اوت دوت؟
انا دلوقتي لما كتبت عندي هنا عملت ليبل وحطيته في البانل. طب تعالى نعمل كمان ليبل ونحطه في البانل. ايه اللي حصل؟ اتحط الليبل الاولاني، الليبل الثاني على الليبل الاولاني. اتحط الليبل الثاني على الليبل الاولاني، مع ان انا عامل لده اد وعامل لده اد، المفروض يظهر الاثنين، لا ظهر واحد بس. ليه؟ لان مفيش لاي اوت بينسق الموضوع، فعشان كده ظهر حاجة اسمها لاي اوت مانجر، اللي هو بص كل كونتينر موجود بيكون مربوط بلاي اوت مانجر عشان السايز واماكن الاوبجكتس اللي تبقى موجودة، وكل لاي اوت مانجر كل كونتينر ليه باي ديفولت لاي اوت مانجر باي ديفولت ليه. تمام. طيب ناخد، احنا عندنا كام لاي اوت مانجر؟ عند كام لاي اوت عندنا؟ بوردر، بوكس، كارد، فلو، جريد باك، كذا لاي اوت. هناخد بس ثلاثه او اربعه في الاول عشان نفهم ايه هو اللاي اوت مانجر. في عندي برو لاي اوت، ده بيخلي الكومبوننت من ليفت تو رايت. يبقى انا لو عايز الكومبوننتس عندي تتحط من الشمال لليمين بستخدم الفلو لاي اوت. طيب شفنا ان في عندنا شكل واقفين تحت بعض، ده في حاله ان لو مفيش مساحه كافيه لتو كومبوننت جنب بعض، يعني انا عملت السيت سايز قليله فهتظهر الكومبوننتس تحت بعض، او لو في مساحه ما تقضيش كله يبقى هو بيمشي من الشمال لليمين لحد لما يخلص السايز، بعدين يبدا من السطر اللي بعده من الشمال لليمين. طيب ازاي اعمل ست؟ بعمل ست لاي اوت نيو فلو لاي اوت. يعني انا مثلا لو جيت دلوقتي شلت البانل دي خالص ال، طب ال هاجي هنا اقول سي دوت سيت لاي اوت اللي هو الكونتينر دوت سيت لاي اوت ايكوال نيو فلو لاي اوت. فده معناها المفروض يحط التو كونتينرز يحط التو كومبوننت جنب بعض. تمام. طيب لو ضيقت كده حط التو كومبوننتس تحت بعض دوت الفلو لاي اوت. ممكن تعمله سنتر ليفت رايت زي ما انت عايز تعمل الالاينمنت بتاعتك. مثال عليه هو هنا جايب ان معرف خمسه بوتونز وكل بوتون مديله اسم وهو بيعرف الكونستراكتور بتاعه، وبعدين جه في الكونستراكتور خد الكونتينر بتاع الجي فريم او بتاع الكلاس اللي بيكستند الجي فريم، وبعدين عمل له ست لاي اوت، وبعدين ابتدى يحط الكومبوننتس. ست فيزبل هي مهمه جدا جدا لان باي ديفولت بتكون بفولس، فالفريم كله مش هيظهر الا لو عملت set visible بترو. طيب المثال ده موجود عندنا
ممكن ناخده كوبي. مثلا هنا طبعا هو معترض على الجي بوتن لانه محتاج يعمل لها امبورت. خلاص كده حط الخمس زراير، بعدين احنا عندنا خلاص الكونتينر، هنحط الزراير ديت. كده عمل اد للخمسه بوتونز مع التو ليبلز بتوع، نشيل التو ليبلز عشان يكون نفس المثال. ظهر لي الخمسه بوتونز تحت بعض، تمام. ده الفلو اوردر. طيب في نوع تاني اسمه جريد لاي اوت. الجريد لاي اوت منظم شويه، يعني بيعمل من الشمال لليمين من فوق لتحت، يعني يخلص 1 2 3 4 5 6. الفلو بيحاول يملى من الشمال لليمين لكن مش من فوق لتحت. طيب تيجوا نشوف فرق صغير جدا. بين الاثنين وبعدين نرجع نكمل. معلش انا نسيت حاجه كمان مهمه جدا. بالظبط الجريد لاي اوت بياخد دايمنشن، كام واحد كام رو وكام كولوم. بيبتدي الاول بالرو وبعدين الكولومز. لو رجعنا هنا وغيرنا اللي اوت، عملنا امبورت للجريد لاي اوت وقلنا رن، عمل ايه؟ 1 2 3 4 5. لو لاحظتوا ان الفرق بين الجريد لي اوت والفلو لي اوت ان هو قسم الموضوع لاثنين وثلاثه، لاثنين وثلاثه، فكانه قسمهم روز وكولومز وبعدين ابتدى يحط فيهم. لكن الفلو لي اوت ابتدى يحط بالتدريج من الشمال لليمين، وعشان كده كان ظاهر عندي التو بوتونز تحت في النص مش على الشمال، لان هي مش متقسمه بالسل. يعني دي كده اسمها سل، دي السل الثانيه، الخليه الثانيه زي الاكسل بالظبط. في ثلاثه، فقال ان انا هقسمهم 2 rows 3 columns. ده كده الجريد لاي اوت بيقسم rows وكولومز، تمام. طيب ينفع البانل اقول جي بي دوت ست لي اوت؟ ينفع احط لي اوت لبانل؟ ينفع نحط لي اوت لبانل. يبقى كده انا ممكن احط عندي في الكونتينر الواحد اكتر من بانل، وكل بانل ليها اللي هو مانجر بتاعها. مثال مثلا انا هحط الكونتينر بتاعتي، احط ليها لي اوت اللي هو فلو لي اوت، تمام. بعدين هعمل بانل، البانل هخليها، نشيل دي بقى، البانل هخليها
جريد لاي اوت، وبعدين هحط الكومبوننت في البانل ديت، والبانل دي هحطها جوه الكونتينر ده. يبقى بقى عندي كونتينر فلو لاي اوت، يعني هو بيحط الحاجات من الشمال لليمين، وعندي جوه اول كومبوننت فيه اللي هو هيكون اول حاجه شمال، انا البانل هي نفسها جريد لاي اوت متقسمه روز وكولومز، واحط الكومبوننتس بتاعتي على البانل، وبعد كده احط البانل على الكونتينر، وممكن البانل يكون جواها بانل ثانيه. تمام؟ وضحت موضوع ان يكون عندي بانل وكونتينر واحط الكومبوننتس بتاعتي على البانل، وبعدين اخد البانل كلها احطها على الكونتينر، يكون عندي اكتر من لاي اوت مانجر. كله معانا كده ان شاء الله. نيجي بعد كده عندنا لاي اوت مهم اللي هو البوردر لاي اوت. البوردر لاي اوت ده بيأرنج بالدايركشن، يعني هو عنده خمسه دايركشنز كده اللي هما، او بمعنى اصح خمس مناطق: منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط. يبقى دوت اسف معلش دوت الجي بوردر. الجي بوردر بيقسمهم بالمنطقة، تقول لك اد الكومبوننت ومكانه فين. ناخد على ده بس مثال مهم جدا. نفس الزراير هيكونوا موجودين عندي، هكمت الكود ده كله عشان تكمنت الكود اسرع طريقه. كنترول ظهر، تمام؟ دي ايه عشان تتسرع معاك يعني. عملت ايه؟ عملت الكونتينر، عملت السيت لي اوت بالبوردر لي اوت، بعدين عملت كونتينر دوت اف، حطيت اول كومبوننت اللي هو اول زرار مكانه اللي هو اللي اوت دوت نورث. تلاحظ ان النورث ديت ستاتيك، دي ستاتيك موجوده جوه بكلمه، فانت ممكن تستخدم من البوردر لاي اوت تستخدم الكلمه نورث ايست ساوث ويست، او باي ديفولت بتكون هي سنتر. يبقى دول الخمسه بوزيشنز اللي موجودين عندنا. لو عملت ران نكبر شويه دوت، ظهر البوتن الاولاني في النورث، البوتون الثاني في الايست، البوتون الثالث اللي احنا كتبنا بايدينا في الساوث، الرابع في الويست، الخامس باي ديفولت بيكون في السنتر. ودول اهم من اللي اوتس موجودين معانا.
عشان تشيل الكومنت برضو هي كابترل. طبعا شيفت او كابترل كنترول والحرف الظهر اللي هو جنب الشيفت بالظبط. دي كده بتعمل كومنت على طول، وعشان تشيل الكومنت برضو بتعمل كنترول وظهر. ماشي. طيب نروح للاي اوت بعديها، اسمه البوكس لاي اوت. البوكس لاي اوت ما بيمشيش غير على افقي وراسي، وبيرتب الكومبوننتس من اليمين من الشمال لليمين ومن فوق لتحت. ماشي. طيب ازاي ناخد مثال على الافقي والراسي؟ ان شاء الله المثال ده يكون لذيذ جدا. عرف هنا تو بانلز، سمى واحدة هوريزونتال بانل والتانية فيرتيكال بانل، يعني بانل هتكون رأسي وبانل هتكون أفقي. وبعدين قال سيت لي أوت واحد واثنين. طيب نشوف الشكل هنا، قال دي الهوريزونتال هتكون عبارة عن بي بي واحد بي اتنين بي تلاتة وبي اربعة وبي خمسة وبي ستة هيكونوا في الفيرتيكال. فده معناه ان هو هيعمل ايه؟ هياخد اول ويخليها يحط لها لاي اوت بوكس، ويقوم ان اللاي اوت او البانل مع البورت بوكس لاي اوت دوت اكس اكسس او محور اكس. تاني كده قال ان البانل السيت لاي اوت بتاعها هي بتاخد البورت البوكس لاي اوت، وهو الكونستراكتور بتاعه بياخد حاجتين، بياخد البانل اللي هيتعمل لها بوكس الاوت، وبياخد موقعها هتكون دي اكس ولا واي، هوريزونتال ولا فيرتيكال. وبعدين البانل الثاني عملها بنفس الشكل، بعدين حط الايه كومبوننتس، وبعدين خد البانل اللي هو حط عليها 1 2 3 حطها على الكونتينر، و4 و5 و6 حطهم على الكونتينر. لو عملنا رن عمل واحد واثنين وثلاثة بشكل افقي، واربعة وخمسة وستة بشكل رأسي. طيب لو جيت عملت هنا واحد واحد انا مش متذكر، ثواني كده. نمبر اوف رو نمبر اوف كولومز برضه واحد واحد او واحد واثنين، نمبر اوف روز اند نمبر اوف كولومز. طيب في حد عنده سؤال في اللاي اوت؟ ها
يا شباب، حد عنده سؤال في اللي اوت او في الاي دبليو تي والسوينج؟ طيب ما شاء الله كويس. انا عايز اتاكد ان كله تمام مع موضوع الكونتينر والجي فريم لي اوت. البانل الواحد ما ينفعش تعمل اكتر من لي اوت، البانل الواحدة لازم يكون فيها لي اوت واحد بس. ينفع بانل او البانل نخليها زي ايه؟ شايف البوردر اللي عندنا ده؟ البوردر ده هعتبره كأنه بانل، واللي بره دي الويندو. اللي جوه ديت ما ينفعش اقسمها اكتر من شكل، يا اما اقول لها انت هتبقي ده مثلا هتبقي هوريزنتال او فيرتيكال. عايز تقسمهم حط البانل، حط جواها بانل تانيه متقسمه. يعني اعمل مثلا اعمل بانل كده وتعالى قول هعملها فلو اوردر، فمعنى الفلو اوردر ان هي تبقى واحد اتنين مثلا ثلاثة. وتعالى في اول بانل دي قول انا هعملها اكس واي، او هعملها مثلا اي شكل تاني، هعملها تبقى كده كده كده. تمام؟ فاعمل بانل جوه بانل، مفيش اي مشكله. العدد لا نهائي من النستد بانلز يعني. عشان يبقى كده نقدر نعمل شكل انترفيس كويس. الديزاين بتاعك طيب، في الايكليبس بلجن بتنزلها بترسم بيها على طول. في الايكليبس بلجن بتنزلها بترسم بيها على طول، وفي النيت بينز برضه نفس الكلام. لكن احنا مش عايزين كده، او مش عايزين كده على الاقل في المرحله دي. احنا عايزين نرسم بايدينا في ورقه انا عايز اعمل ايه. يعني فرضا ان انا مثلا قلت هعمل حاجه زي الاله الحاسبه. فالاله الحاسبه انا عامل كونتينر مثلا، وبقول الاله الحاسبه ترتيبها عامل ازاي؟ ترتيبها عامل كده. ناخد اللي هي بتاعت الويندوز، هتلاقي ان الويندوز كل دول نفس الترتيب، صح؟ بنفس المسافات. أنا عارف عددهم ومتأكد منهم. خلاص، يبقى هقول عندي مثلا هعملها جريد لي أوت. معلش آسف. هعملها جريد لي أوت، وأقول مثلا إن هي كذا رو، هي خمسة. ستة في خمسة. هقول إن هي ستة في خمسة. بس انا عندي حاجه تانية، عندي هنا في تكست انبوت تكست كبير، فهعمل دي بانل لوحدها وهعمل دي بانل لوحدها. ماشي. من اشهر الحاجات اللي احنا كنا واقفين عليهم، نرجع لهم بسرعه بس كده. الجي تكست اريا دي بتستخدم، الجي تكست اريا بتستخدم لما انت تكون عايز تكتب كلام كتير، زي مثلا اللي موجوده في الشات عندنا هنا. اللي موجوده في الشات دي تكست اريا، لكن اللي موجوده عندي في الاله الحاسبه او بدخل فيها يوزر نيم بس، زي مثلا يوزر نيم لما بتيجي تكتب اكونت في الياهو مثلا، بتكون جي تكست فيلد. جي سكرول بان
زي بالظبط لما بفتح الورد تاب ويكون عندي فيه سكرول اقدر اطلع وانزل بيها، بس دي بتكون كبانل. الجي سكرول بان دي بانل، يعني انا ممكن اجي عندي هنا في الكود واكتب بدل جي بانل جي سكرول سكرول بان. واجي بدل ما هعمل ماشي اخليها كده واعمل رن. تمام، هي محتاجه تكون سكرول بان لي اوت. ماشي هنحط واحده بس كفايه. سكرول بان بعدين سيت لي اوت سكرول بان. طيب نزنتل هات دول ديريك كونتينر طيب ما اشتغلتش معايا دي. نشوف مثال ونقول سكرول بان. الليبل طبعا ده اول حاجه استخدمناها، جي فايل تشوزر بتختار فايل، جي سكرول بار بيتيح ليك بس انك تعمل سكرول بار تحرك يمين وشمال. دي من اشهر الكومبوننتس اللي انت بتستخدمها. في كومبوننتس كتيره جدا تقدر تدور عليها على النت يعني. ماشي السايز اوف كنترول يعني تمام. عايز مثلا تعمل له ديسيبل مثلا. طبعا اي كومبوننت تقدر تحجم في طبعه في حجمه. يعني مثلا هتيجي هنا تقول P1 دوت، هتلاقي في عندك ست في بوردر في كومبوننت في كيرسر في فونت ايكون في ست سايز في ست سايز. تديله مثلا 100 في 100، ده كده السايز بتاعه الهايت والوايدث بتاعته. بالظبط ست سايز. كل كومبوننت ليه يعني مجموعه بيهيفيرز هتلاقيها موجوده هنا في الكتاب. بيقول لك فين شايف، بيقول لك دي سم ميثود سامبل من الميثودز الانهيرتد باي جي اي اوبجكتس. ان انا من الكومبوننت كلاس باخد جيت جرافيك بين سيت فونت سيت انيبل سيت فور جراوند سيت باك جراوند سيت لوكيشن سيت سايز سيت فيزابل. دول الميثودز بيحصل لهم اكستند او باخدهم باي ديفولت لما باكستند الكومبوننت اللي هو الطبيعي ان هو البرنت بتاع كله. وفي عندي مثلا حاجه زي تول تيب تكست، دي لما تقف على التكست يكتب لك التكست ده معناه ايه او وظيفته ايه. جراب فوكس بوردر دبل بافرد
كل ديت برضو ميثودز موجوده بيحصل لها اكستند او يعني بتجيني لان انا عملت اكستند مش جي كومبوننت. تمام؟ طيب في عندنا جزء مهم جدا وهو الايجنت هاندلنج. الايجنت هاندلنج دوت يعني انا هعمل زرار، خلاص احنا بقينا بنعرف نعمل زراير مفيش اي مشكله، دلوقتي بقيت عندي شكل اهو، بس انا بدوس على الزرار ما بيحصلش حاجه. استفدت انا ايه كده؟ انا بدوس على الزرار ما بيحصلش حاجه، فدي بقدر اعرفها من الايفنت هاندلنج، بقدر اتحكم فيها من الايفنت هاندلنج. ايفنت يعني حدث، وهاندلنج يعني تحكم. ازاي اتحكم في الحدث؟ لما ادوس بالماوس، لما ادوس بالكيبورد، لما يحصل اي ايفنت هقدر اتحكم فيه ازاي؟ ماشي؟ طيب نيجي انواع الايفنت. الايفنت هو ان انا دوست كيبورد، كليك الماوس، بزنس ايفنت حاجه بزنس هتحصل، او نتورك كونكشن حاجه نتورك رساله مثلا جاتلي. فانا هستاذنكم قبل بس ما نروح في الايفنتس نطلع بريك 10 دقايق ونرجع تاني نكمل ان شاء الله الايفنت او نشرح الايفنت تاني. ماشي؟